كمان كنتمنى انكم تكونوا مزيانين وبخير. مرحبا بكم من جديد معايا في لا فيديو جديد. اليوم جبت لكم واحد الاله اللي تقريبا عملت بوم في مواقع التواصل الاجتماعي وديجا شحال هذه باش بانت، ولكن انا ما كتفش لي شي انني نشريها اولا ناخذها الا تن هاد الايام هذه عاد خديتها. دونك اول حاجه باغا نفتحها معكم وغادي نشاركها معكم، نشارك الاستعمال ديالي معكم ونقول لكم كيفاش طريقه الاستعمال ديالها من خلال الفيديوهات اللي شفت انا ومن خلال تجارب البنات صحباتي اللي عاودوا لي كيفاش كنخدموها. وفي نفس الوقت باغا نشاركها معكم ونقول لكم واش فعلا كتستحق اننا نشريوها اولا ما نشريوهاش وبلا ما نضيعوا فيها فلوسنا. دونك اول تجربه غادي تكون عندي معكم مع هاد الآلة عفوا هي معكم. دونك غادي نحاول نفتحها، كتجي عامله بحال هكذا بهاد اللعيبات هادو ديالها. دونك انوريها لكم، ها هي هذه هي برووكس. هاد برووكس هذه اللي قلت لكم سمعنا ليها بزاف. بالنسبه للثمن ديالها كل واحد كيفاش كيبيعها وشحال كيبيعها، كاين بالنسبه عند المتاجر ديال المكياج كيبيعوها ب 150 درهم في بعمرت في مواقع التواصل الاجتماعي بحال فيسبوك انستغرام كيبيعوها ب 200 درهم وكيقول لك حقه معها مثلا هاد الشمع ديالها. دونك انا في الحقيقه خديتها من عند واحد السيد، يعني هيدا قول 150 درهم وديجا عطاني بحال لي زيشونتيون ديال هاد الشمع، حيتاش نورمالمون عاوتاني الشمع سمعت انه كاين اشكال وانواع، خصوصا ديك النوع ديال ايتال واكس اللي كيشكروه بزاف واللي ما كيكونش مثلا كيتقطع ديك الشمع ملي كنعملوه كيدوبو. دونك انا هنايا غادي نستعمل انا هذا اللون اللي هو بالوردي وغنشوفوا واش فعلا كيحيد واش فعلا مزيون او لا، لان كاين اللون الابيض وكاين الغوز مفتوح على هذا كيكون البشره الحساسه، وكاين الاسود كيكون بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل في الشعر ديالهم اللي كيكون عندهم ديك الشعر القوي وخصهم ان باش يتزلوا من الجدر ديالهم خصو ضروري يكون هذاك الوكس كحل. دونك انا غادي نستعمل معكم غير هاد، ماشي الوكس كحل يعني ديك الشمع الاسود، انا نستعمل معكم حاليا غير هذا. دونك غادي نفتحها معكم. دونك كتجي بحال هكذا، فيها هذه من داخل ديالها، غادي نحيد لها الميكا ديالها، كتجي فيها هاد اللعيبه هادي. دونك هنايا كتعمل هنايا الشمع ديالنا وكيسخن هنا، وهادي فاش كتسخن هاد الاله. دونك غادي نفتحها معكم بحال اللي قلت لكم، غادي نحاول نخليها نعملها تسخن باش نجربها معكم. بالنسبه كذلك في الكرتونه ديالها كيجي معها واحد الكتيب، ها هو تقريبا كتيب بالنسبه يعني باش تعرفوا طريقه الاستعمال ديالها. سينو كتشوفوا غير فيديوهات بحال هذا الفيديو اللي غنشاركها معكم، فيديوهات البنات اخرين راه تبارك الله اليوتيوب عامه بهاد الفيديوهات، كل واحد وطريقه الشرح ديالو وكل واحد كيفاش كيشرح هذا الاستعمال ديال هذه الاله. دونك هذه غادي نعملها في الضوء باش مفتحه ونرجع لكم. دونك انا عملتها في الضوء ديالها، هذه هاد الحديده هذه هنايا كنلصقها هنا، كتكون عندها ديجا واحد التقيبه هنايا، ها هي اذا شفتوها كنعملها هنايا باش كنثبتها، وهذه ما تعملوهاش هنا باش ما كدب لكم شي، خليوها هكذا. دونك فوالا، دونك هنايا غادي نحاول نفتحها، غادي نحاول نفتحها، كتشعلي بحال هاد الضوء هنايا. دونك ها هي هاي فتحت تقريبا، نعمل لها ماكسيموم باش نشوف انها تسخن لي دغيا. فوالا دونك صافي هنايا ها هي كتسخن. وشنو غادي نجيب دابا؟ غادي نجيب هادو اللي قلت لكم انا عندي هاد ايشونتيون ديال هاد الشمع هذا وهاد العويدات هادو عاوتاني كذلك عطاهم لي مع هادو، ولكن اللي كيبغي يشري مثلا باك كامل كتجي واحد نص كيلو ديال الشمع ومعها هادي ومعها العويدات كيبيعوهم ب 200 220 درهم. دونك صافي، واللي بغات بثمن اقل غادي نخليكم انستغرام ديالي، غادي نكتب لكم في الفيديو باش اللي باغي يتواصل معايا يدخل عندي انستغرام في ميساج وتما يزيد يعرف جميع المعلومات وفين يقدر يشريها ومن عند من يقدر يشريها يعملكم شي ثمن مناسب ان شاء الله. دونك ها هي هذه كناخذها، غادي ناخذ انا هنا نعمل واحد شويه لان هذيك قلت لكم كاول مره نستعملها. فوالا تقريبا عملها هيدا كامله. انا كنحس بها راه بدات كتسخن. كاين اللي كيقول لك في الفيديوهات اللي كنت كنشوف، كاين اللي كيقول لك باللي دغيا كتسخن وكاين اللي كيقول لك كتاخذ الوقت. انا غادي نشوف بشحال خدات الوقت باش نعطيكم بالضبط
بشحال خدات. دونك هنايا كنحاول غادي نحاول نقرب لكم الكاميرا. دونك ها انا قربتها لكم باش تشوفوا من داخل كيفاش كاينه. نقدر نقص لها الضوء باش ما تجيش سخونه بزاف. دونك كيف ما غادي تشوفوا راه بدات تقريبا كتذوب. دونك ها هي كيف ما كتشوفوا. المهم دابا عندي تقريبا في الساعه عندي الاربعة، وغادي نشوف شحال غادي تدي لي الوقت باش هذا الشمع هذا كامل يذوب لي. المهم ها هو تقريبا راه بدا كيذوب كامل. دابا تقريبا راه الاربعة وقسم، نزيد نتنى انها تذوب كثر وكثر. صراحه دابا الاربعة وقسم يعني الاربعة وثمانية دقائق بالضبط، يعني 8 دقائق باش خدات لي انا الوقت باش تذوب لي بهذه الطريقه هذه. وحاجه اخرى اللي باغا نقولها لكم هي ان هاد البوطونه هذه كتكون شاعله، ملي كتوصل لدرجه الحراره الماكسيموم ديالها هي كتطفى راسها. دونك ها هي قربتها لكم باش تشوفوا كيفاش كتذوب. ها هي دايبه باقا شويه ثقيله. دونك غادي نزيد نتناها تذوب بصفه 100%، يعني تقريبا قول كتدي 8 دقائق بالضبط حتى 10 دقائق باش تذوب كامله. حيت بعض الفيديوهات اللي شفتهم كاين اللي كيقول لك تولو ساعه، كاين نص ساعه، كاين اللي كيقول 5 دقائق. المهم انا هذه اللي عندي 8 دقائق، ها هي دابت لي ذوبت لي هذا الشمع ديالي. دونك غادي ندوز لكم لمرحله اخرى هي كيفاش نطبق هذا الشمع هذا بلا ما نحرق راسي على اليد ديالي لازاله الشعر. المهم دابا ها هي عاوتاني اون فوا كتبرد شويه كتعاود تشعل الضوء يعني الراسه، يعني كتشعل هاد البوطونه هادي اوتوماتيكمون. انا بالنسبه لي دابا غادي نطفيها باش نخلي ان هذا يبرد واحد شويه، ماشي في المئه خصو يبرد، لان اذا برد مره راه ما قضينا والو، غير باش انا ما نتحرقش. اذا اول حاجه باغا نقول لكم هذا غنخليه هنايا جانبا. غادي نجيب انا مثلا هذا، كاين جوج انواع ديال التورك اللي كنستعمل، كاين هذا ديال اوغيفلا وكاين هذا ديال افون. نستعمل هذا حيت فيه الريحه ديالو احسن، وباش نيت علاش كنستعملو، لان انا عندي بشره ديالي دهنيه، هذيك البشره ديالي دهنيه اذا عملت معها هاد برو واكس نيشان في هذا اللحمه ديالي راه تحرقني وتشوطني. دونك انا كنستعمل هذا باش كنخلي ديك الدهون اولا ديك المواد الدهنيه تمتص لي هاد التلك هذا، ومن بعد عاد كنحاول نزول. دونك هذه راه اول مره غادي نستعمل هاد الواكس هذا في اليد ديالي، وديجا انا اليد ديالي ما عنديش فيه الشعر بزاف، ما عرفتي واش كتشوفوا. المهم انا نقرب لكم الكاميرا لكم شويه الشعر عندي هنايا، ديجا انا ما كنزولوش. ها هو انا غادي نستعمله هنايا باش نوريكم غير الطريقه ديال التطبيق ديال هذا الوكس على الجسم ديالكم. يعني الطريقه هذه شي بهذا ونمسح بهذه الطريقه هنايا، فحالي كنخلي ان يدي يكون جاف ومن بعد كنجيب انا هذا قبل ما يبرد. دونك بهذه الطريقه هذه كيفاش كنستعملو، كنحاول نديوه فحال هيدا وندوروه بهذه الطريقه. دونك هكذا نعاود لكم، كندوروه بهذه الطريقه هذه، ما خصوش يكون سائل 100% باش ما يحرقناش، ونخليه هنايا غير حتى يبرد شويه. غادي نعملو العكس النمو ديال الشعر ديالي، لا غنحاول نعملو بسم الله. عدت انا غير هاد شويه غير باش نبين لكم كيفاش بهاد الطريقه. غنحاول نخليه غير تيبرد غير واحد شويه. وهنايا كنحاول نحيد، هي هيدا هي هاد شويه هذا، ونحيدو بهاد الطريقه. دونك هنايا راه ما يظهر لكمشي انا الشعر ديالي، حيتاش ديجا عندي شتيتو، راه كاين هنايا كاين شويه وهنايا كيزول. غادي نحاول نعاود معكم هاد الطريقه، نحاول نعدل لا بارتي كبيره باش نبين لكم كيفاش عامله. دونك بقاو معايا. دونك ها انا عدتها بهاد الطريقه هادي، فوالا عدتنا غير تتبرد، وملي تبرد وتسالي ونحيد راه غادي نرش عليها هذا زيت جونسون، غير باش ما كيزيدش ديك البشره ديالك اذا كانت حساسه وغادي يكون سونسيبل تهيج لك.
كتحاول تبرده بزيت جونسون اولا بيافين، معروفين كيعملوا بيافين بزاف. الحق انا كنفضل زيت جونسون، منا كيرطب الجسم، منا كيخلي رائحه مزونه، ومنا راه كيبرد لك ديك المنطقه. دونك هذه هي دغيا بردت، نحاول نجرى العكس ديال نمو الشعر هكذا. دونك فوالا، صراحه مزونه بزاف وما كتقصحش. انا صراحه يدي كنت متخوفه، حيتاش عمري ما عملت اصلا لا سيغ في يدي، كنت متخوفه كيقول لك لا كتقصح وغادي تخليك انك زعما تقصحك وتشوطك وتحرقك. صراحه مزونه بزاف. دونك هنايا باش كنزيد نبرده، نعمل غير واحد شويه ديال زيت شونسون وندهن باش ما تبقى ليش هيدي. اذا لاحظتوها راه شويه عندي محمره، وهذه نحيده، هاد البقايا اللي كيبقاو هادو ماشي مشكله، دغيا كيتحيدوا. صراحه ما كتجخطنش بزاف بحال لاصيغ عاديه. دونك فوالا صافي، وكيبقى اليديدات رطيت بين الحيده دي هكذا. ها هو هادو هي الزوائد، دابا نحيدهم. ولكن اون تو لي كار كتحيد مزيان وكترطب غزاله. اذا هاد الماكينه يعني ما ندمتش علاش خديتها، وبصح كتستحق ديك الضجه كامله اللي عاملين عليها وديك الدعايه كامله. وهذا دغيا كيبس، ما كيجخ من حتى حاجه، هو نزلوا كاع فوق الفراش وعادي، يعني ماشي كيجخمط. صراحه حبيته. حاجه اخرى اللي باغا نقول لكم يعني كنصيحه، الناس اللي عندهم مشكل في الجلده ديالهم اللي كتقصحهم، مثلا سواء في يدك، سواء مثلا في الساقين ديالك، سواء في مناطق الحساسه، من الاحسن كتاخذ واحد قطعه ديال التلج وكتبقى دوره. مثلا انا باغا نحيد هذا المقطع، وهذا المقطع كيحرقني اون فوا كنحيد انا بلاصيغ اولا بهاد ايطال واكس. كنحاول نعمل مكعبات ديال التلج كندور على يدي بحال اللي كتخدر هذيك الجلده ديالك، كتبقى الدورة هنايا، واون فوا كتسالي كتعمل هذا لاصيغ ديالك اولا هاد ايطال واكس هنايا، وكتحيد ديك ساعك وما كتحسي انك تقصح حتى 100%. علاش؟ لان انا قلت لكم ديك المطاح اللي جمدته بحال اللي خدرته. دونك هذه من ناحيه ديال مكعبات الثلج يقدروا يساعدوكم. الناس اللي عندهم بشره سونسيبل اللي كيتقصحوا يعني عندهم بشره ديالهم دغيا كتهيج. حاجه اخرى بالنسبه للناس اللي عندهم بشره دهنيه فحالي، يحاولوا يستعملوا هاد لي تولك هادو اللي وريتكم، كاين اما هذا ولا هذا، وكاين تولك اخر ديال جونسون حتى هو مزيون. كتعملوا وعاد كتحاول يعني تشحت ديك البشره ديالك، وعاد كتحيد ديك الشعر باش ما كيبقاش ما كيقصحكش 100%. هذا من ناحيه. وملي كتسالي هذا الشيء كامل، كتحاول تدهن الجسم ديالك اولا المقطع اللي حيدتي منه هذاك الشعر بزيت ديال جونسون. ما عندكش زيت ديال جونسون، ممكن تستبدلو بزيت اللوز الطبيعي، ولا انا قلت لكم سينو كتعمل بيافين اذا كانت البشره ديالك دغيا كتحمار. بيافين مزيانه ليلى. دونك هادشي اللي كاين، حاولت نبارطاجي معكم هاد الاله هادي، صراحه مزونه بزاف وكتستحق انكم تشريوها. اللي عجبو لا فيديو يخلي لي يشترك في القناه اللي باقي ما اشتركش، واللي عجبو يخلي لي لايك كومونتير، واي حاجه واي سؤال عندكم خليوه لي في كومونتير اولا في انستغرام ديالي، دخلوا عندي مرحبا بكم كاملين بكم عندي. يلا سلام عليكم، تلقاو فيديو جديد إن شاء الله.